وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، ودايما محله عاليه نسر الاهلي. خلوني ارحب بضيوفنا ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك كابتن شريف؟ انا كابتن الف سلام. مبروك 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 علينا كلنا، يوم جميل يوم جميل. وهنكمل لسه، احنا قدامنا وقت شويه لان عندنا احتفالات كثيره جدا. خليني ارحب بضيفي الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذنا؟ مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. مبروك عليكم، مبروك على كل الاهلاويه، مبروك على جماهير الاهلي، مبروك على جماهير الاهلي اللي يستحقوا بالفعل الحقيقه. الفرحه اللي كانت النهارده فرحه جميله، فرحه اعتقد يا كابتن شريف ان هي فرحه مختلفه، وسيناريو المباراه حلو. سيناريو جميل، كفاح. يعني حسيت بطعم البطوله دي كمان، يعني مش جايب السهل، يعني جايه بعد ما السيناريو كله حلو يعني. احنا السبب في الهدف اللي دخل فينا، واحنا السبب في الفرحه، واحنا السبب في التركيز العالي في ضربات الجزاء. والجماهير حقيقة زي ما انتوا اتفضلتوا قلتوا اساس وداعم. انا شايف احنا مغلوبين واحد وناقص خمس دقايق والمباراه تخلص، والجماهير بتضحك، والجماهير مبسوطه ان احنا موجودين هناك، الجماهير فرحانه بينا، مش فارقه معاها حكايه النتيجه اكتر ما هي حاسه باداء اللاعبين اللي هم المسيطرين، هم المتحكمين في الملعب. وكان رد الفعل الهدف الحقيقي. ايه الثقه اللي موجوده في اللعيبه دي كلها وهم بيعملوا 1 2 بالراس، 1 2 بالهيد عشان يخشوا جوه ال 18، وبعدين عرضيه وقفشه يحط كوره تترد. ايه الصبر والجمال اللي انا لو انا مكانه هروح رادد بيرستاو حاططها في الجون على طول، يهوش ويرجع، والتاني برضه طاهر يروح مهوش وعاملها بشماله. خلي بالك طاهر كمان جاي من وقت ان هو بقاله كتير ما بيلعبش، بقاله كتير ما بيحرزش اهداف، ان هو يعمل كده برضه اعتقد قوه شخصيه كبيره. مكافاه والسما ربانيه، والسما بتديله يعني. كمان يعني صبر. لا مكافاه على الفتره الملعب على طول. المكافاه بتبقى موجوده الحقيقه، وحاطط بينالتي كويس كمان قوي، يعني مسيطر يعني في كل الاوقات. ان ربنا الحمد لله للجماهير العريضه اللي كانت موجوده، هارد لك لفريق الرجاء. انما محترم وفريق كبير ولاعيبه يعني محترمه، ولاعيبه محترمه وناس ناس الحقيقه في منتهى الرقي. انا اسف وحضراتكم بس بتتكلم، احنا دلوقتي طبعا فريق النادي الاهلي سيغادر الى القاهره بعد قليل، وزي ما حضراتكم شايفين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيلبي دعوه بعض الجماهير بان هم ان هو يمضي لهم على الاعلام والتيشيرتات وكل حاجه. زي ما حضراتكم شايفين لحظه بلحظه دائما قناه النادي الاهلي بتنقل لحضراتكم ماذا يحدث في قطر حتى بعد نهايه المباراه. والحقيقه كل الشكر لكل العاملين في قناه النادي الاهلي على المجهود الكبير خلال الفتره من يوم الجمعه وحتى الان، حتى الفوز بهذه البطوله. الاستاذ محمد الجرحي، الاستاذ طارق انديل، كابتن محمد محمود، كل اللاعبين زي ما قلت لحضراتكم متواجدين امام حضراتكم على في مطار الدوحه الحقيقه لاستعدادا لمغادره والرجوع مره اخرى الى ارض الوطن. ان شاء الله الفريق يصل في تمام الساعه 5:30 فجرا الى القاهره. وانا عارف مش هقول لكم طبعا تروحوا تستقبلوهم والكلام ده كله، لانه 5:30 الفجر ده يعني طبعا متاخر شويه، ولكن او بدري قوي، مش عارف بقى اللي بينام متاخر يقول لك بدري واللي بينام. اللقطه دي بترد عليك لما فضل. كنت جايب الاطفال بيعرفوا كابتن خطيب منين. حاجه غريبه جدا، كلهم واقفين اهم. بص يعني كده خلاص يعني اهو يعني كابتن محمود خطيب. حلاوه احلى من كده. ايه ده؟ في حلاوه احلى من كده. بقول لك يعني الحقيقه والله بجد بدون اي اي حاجه يعني، كابتن خطيب عيال صغيرين بيحبوا حب الناس. حب الناس ده نعمه من عند ربنا الحقيقه. شيء رائع يا استاذ محمود برضو اللي احنا بنشوفه ده. لا طبعا، لا بقى يعني قيمه الاهلي وارتباط جمهور. النهارده لو شفت الجمهور رافض الاستسلام، جمهور اللي بيشجعك رافض. حلو دافع، لا رافض الاستسلام يعني. مش رافض، عنده ثقه انك انت ربنا هيديها لك في وقت تبقى الفرحه كبيره جدا. حاله من المدرجات لم تسكت ولم تصمت. حتى لو لاحظت انت لعبت الرجاء مع كل تسديد ضربه جزاء بيحطوا ايدهم على بقهم بيشاوروا لهم اسكتوا خلاص بقى، يعني خلاص احنا هناخد البطوله. لكن في حاله من الاصرار والتماسك، لانه في ثقه في الحدوته. لانه عاوز اقول لك الهدف اللي جه بتاع النادي الاهلي هدف بقيمه الاهلي، هدف الاهلي طبعا. يعني دايما في الدقائق القاتله الاخيره بيبقى عندك الثقه. سبحان الله، مش عارف في ايه يعني جدا. بجد حاجه غريبه. لا ايوه محمود. ما هو دي برضو من ايه، دي حاجات بتتوارث انك انت، وده شغل جهاز فني وجهاز اداري
وشغل تاريخ بيتشاف، انك انت لا ما بتتقبلش بالامر، بتبذل الجهد، بتأدي اللي عليك، والمكافاه بتكون دايما ربنا بيكافئ، لان ربنا ما بيديش النجاح غير للمجتهد طبعا. يعني يقول لك عنده حظ، لا الحظ ما بيجيش غير ايه للي بيبذل الجهد اكتر من كده. مظبوط. عايز اقول لك على حاجه، اتفضل. انه النادي الاهلي بهذا الفوز والانتصار عاد الدوري الى بطل دوري ابطال افريقيا كرمته باسترداد كاس السوبر من ابطال كاس الاتحاد الافريقي. ايوه. خسر ابطال كاس الاتحاد الافريقي اللي هي الكونفدراليه، خف هذا في اخر بطولتين كان في مواجهتين مع الترجي التونسي، الاولى كان نادي الزمالك فاز 3-1 وكان سبقه قبلها نادي محمود عشان مهم جدا، لان ده كلام مهم جدا. معانا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره من الدوحه وهو على الطياره، يعني قبل ما يطلع الطياره خلينا نبارك له الف الف مبروك، وسيبني بقى امدح فيك واقول وامدح في الفريق وامدح في الناس كلها، علشان انت عندك ماتش يوم الاحد او كل حاجه، بس بصراحه تستحقوا البطوله الرائعه وتستحقوا الحقيقه قد ايه انتوا ناس شايفين شغلكم بمنتهى الاحتراف، قد ايه انتوا ناس شايفين شغلكم حضرتك كجهاز اداري وموسيماني كجهاز فني واللاعبين، انا بتكلم على المنظومه بالكامل، فالف الف مبروك يا كابتن سيد تستحقوا الحقيقه. وطبعا تحياتي الكابتن شريف عبد المنعم والاستاذ محمود صبري لحضرتك. محمود صبري ومين؟ كابتن شريف عبد المنعم. ازيك كابتن شريف عبد المنعم؟ مبروك. ازيك كابتن؟ مبروك. من حقك تفرح يا كابتن سيد. يعني انا نفرح يا كابتن سيد، يعني النهارده افرح، انا عارف ان عندك ماتش يوم الاحد وكل حاجه، بس انا حتى بقول ان مع الناس ان احنا هنفرح النهارده مع كل اللاعبين ومع كل الناس، من بكره بقى يبقى يحلها الف حلال. الحمد لله طبعا. يعني خلينا نتكلم في الاول في النهارده، النهارده مباراه مش سهله، انا عارف والله انها هتبقى صعبه جدا جدا مع فرقه طبعا محترمه وفرقه ليها مكانه افريقيه، لها مكانه افريقيه، لكن كمان صعوبه في الاحداث اللي قبليها، تجمع الفريق، تجمع الفريق اللي ما جمعناش غير اول امبارح بس يا كابتن اسلام. أيوه. بعد غياب طال حوالي شهر من يوم 15 من يوم 25 مباراه سموحه، ما كانش كافي ان احنا نتجمع بس اول امبارح، دي اول تمرينه جماعيه لينا كلها لعيبه المنتخب واللعيبه بتاعتنا بعد غياب فتره طويله، الدوافع والتحضير للقاء ما كانش كافي شويه، الحاله اللي طلع منها لعيبه المنتخب ولعيبه تونس ولعيبه المغرب على المعلول ولبنان والسبعه لعيبه اللي كانوا في المنتخب ما كانتش سهله ابدا ابدا ان انت تبدا تتكلم معاهم، الفتره كانت قليله شويه، زاد الامر صعوبه باصابه السوليه النهارده، يعني السوليه طبعا اصابه نتيجه طبيعيه لواحد من العناصر المهمه جدا في المنتخب وعناصر مهمه بالنسبه لنا، لكن خد 6 لقاءات كانوا كتار جدا في الفتره الصغيره اللي فاتت مع كسرتين في مباراه الاردن وكسرتين في مباراه قطر، البوزيشن اللي بيلعب فيه كمان كله جري عمرو السوليه، لكن الحمد لله طبعا نطمن عليه بكره ان شاء الرحمن. زاد الصعوبه كمان، خلينا نكون يعني احنا بنتكلم بمنتهى الصراحه، الشوط الاول كان فيه توتر شويه، كان فيه عصبيه شويه، كان حاجه غريبه يا كابتن التوتر اللي كان في الشوط الاول الحقيقه، او مش حاجه غريبه، هل ده ممكن يكون ناتج من ان اصابه عمرو السوليه اربكت الامور شويه؟ ممكن كمان الجون اللي دخل فيك بدري شويه، الجون اللي دخل يعني حصل ممكن يعني، لكن الراجل دخل بين الشوطين اتكلم بمنتهى الهدوء، اتكلم معاهم بمنتهى طمأنينه ان احنا هنكسب حتى لو الجول اتاخر شويه، لكن خليكم واثقين من المكسب، العبوا لعبكم. الو. طيب هنرجع لكابتن سيد مره اخرى، من حقهم ان هم يحتفلوا يا استاذ محمود النهارده يا كابتن شريف، لانه خلي الناس تحتفل بقى، يعني اتبسطوا النهارده وبكره ويبقى يحلها الف حلال بكره بالليل. ما لازم ياخد النهارده ليله الفرح بعد كده حاجه ثانيه. اقفل على نفسك وتستعد بقى ايه لبطوله، انت خلاص بتاخد بطوله وتجري. أيوه. من بلد لبلد، لان كاس العرب تطلع على المغرب، فوز جديد. يعني عاوز اقول لك ايه، الفوز حلو. ايوه. ولازم احنا من خلال بنتكلم عن الفوز نتكلم عن حاجات ثانيه مع حضرتك في المدك. انا عاوز اقول لك ايه، انه بطل دوري ابطال افريقيا خسر كاس السوبر مرتين. وكان نادي الترجي التونسي خسر قدام الرجاء 2-1 وخسر قدام نادي الزمالك 3-1. نعم. استطاع النادي الاهلي عندما عاد لبطولته من وجهه نظري المفضله ان يسترد البطل دوري ابطال افريقيا لقبه لقب السوبر، ففاز على نهضه بركان 2-0 في البطوله من 6 شهور على الاقل، والنهارده في مواجهه صعبه جدا مع نسر المغرب. بامانه شديده الرجاء من الفرق اللي انت تحب تتفرج عليها، لانه امكانيات لعبته هايله، بيلعب كوره كويسه جدا على الارض، ممكن شفناه لما عمل نتيجه كويسه جدا في كاس العالم للانديه مع بايرن ميونخ. طبعا منطقيا انه يعني يخسر، لكن ادى مباريات كبيره حتى يوصل للمباراه النهائيه. النادي الاهلي النهارده رغم الظروف الصعبه، رغم
برضه مفاجاه اصابه السوليه في بدايه المباراه عملت برضه نوع من الارباك بامانه طبعًا شديده. والهدف ايضا الشوط الاولاني كان في حاجه غريبه جدا، الدنيا يعني في حاله من الارتباك، لكن كونك تمتلك قدره انك تصبر على المباراه وتجتهد حتى يتحقق لك المراد، ده في حد ذاته من طينه الفرق الكبيره، يعني من اصلها انها تبقى ثابته على رجلها، بتتحمل ممكن تعرض لظروف في المباراه تبقى مش ماشيه معاها، لكن عندك الخبرات اللي توصلك. من ابرز مكاسبك النهارده من وجهه نظري وفرض نفسه لازم يبقى له تواجد في الفتره اللي جايه احمد عبد الهادي، لعيب تقيل، لعيب حط لك شكل في مع زونه في الكوره، لعيب كوره مهاري. لا وفقت نزل فوق صعب، نزل صعب جدا، وانا بقول لك عمل شغل جدا. طب معلش كابتن سيد رجع لنا تاني. يا كابتن سيد اتفضل، كنت بتتكلم عن الشوط الاول والهدف اللي دخل فينا. بالتاكيد، لكن الشوط الثاني يعني حاجه جميله جدا، صفه كويسه، يعني التركيز والتصميم واراده بشكل كويس قوي، حتى تتلخص كل ده يعني الثقه اللي عندك والعزيمه اللي عندك والاصرار اللي عندك في الدقيقه 89 لما طاهر جاب الجول. يعني الحمد لله، طبعا الحمد لله على كل شيء، يعني حاله التركيز كانت عاليه، ربنا اداني في وقت كويس قوي. دايما الواحد بيتكلم بحاله الفرقه مش بالوقت اللي موجود، يعني حتى واحنا بنحضن بعض في الجول بنقول لهم هنكسب، يعني كنت متخيل ان الحكم هيديني 5 دقائق 6 دقائق بحكم الوقت الكثير اللي ضاع. اول مره اشوف حكم في الدنيا كلها يساعد على تضييع الوقت. انا كنت حاسس ان احنا هنجيب جون ورا الجون ده على طول، يعني كنا هنخلص في اخر 3 4 دقائق دول. ثلاث دقائق المفروض يدي ربع ساعه يعني. والله لا، على الاقل 10 دقائق على احسن. لا والله على الاقل 10 دقائق احنا حسبناها يا كابتن سيد، لقيناها 7 على الاقل. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله رب العالمين. لكن من بكره بقى يعني احنا هنلعب مع فيوتشر، فرقه كويسه طبعا، عندها قدرات كويسه وعندها لعيبه عندها خبرات كويسه، مش عايزين نغلط غلطه السنه اللي فاتت. رايحين لدوري فقدناه السنه اللي فاتت، غاب عننا السنه اللي فاتت، يعني في لقاءات كتير قوي كنا بنعمل ماتشات كويسه في افريقيا او بطولات في افريقيا، والمباراه اللي بعد كده كنا بنخسر فيها لقاءات، فعايزين نتعلم شويه من الدرس اللي الو كنت ماشي كده. معلش يا جماعه، طبعا الكابتن سيد في المطار يعني، فخلينا دايما نراعي الظروف، يعني هو كتر خيره ان هو موجود معانا وهو طالع على الطياره علشان يشرح لحضراتكم يعني فرحته وفرحه كل لعيبه النادي الاهلي والاستعدادات لما هو قادم خلال الفتره اللي جايه. فيعني برضو اتفضل يا كابتن سيد. طب اقول لحضرتك يعني عايزين نتعلم من اللي فات السنه اللي فاتت، يعني مش عايزين نختار نقاط بنبقى محتاجينها في اخر السنه. فالحمد لله على كل شيء، هنفرح النهارده ومن بكره بقى هنشوف الراجل هيدي ايه، يعني ممكن اجازه ولا حاجه، هنشوف هنعمل ايه، ومن التمرين اللي جاي ان شاء الرحمن نحضر للقاء جوتشر. كابتن سيد اخيرا، يعني مش عايز اطول عليك، ولكن كاس الامم الافريقيه خلاص اتخذ قرار ان هي هتقام في ميعادها، هل سيكون هناك جديد ولا سيبك بقى تفكر في الموضوع ده خلال الفتره اللي جايه؟ والله يا اسلام، بص من غير تفكير ومن غير حاجه، انا مش فاهم لحد دلوقتي، مش قادر ابلعها الصراحه، يعني مش قادر افهم، يعني انت اللي بتنظم المسابقتين كلها تحت البطولات كلها تحت رايتك انت او مظلتك انت، وفي الاخر تعمل بطولتين في توقيت واحد، يعني مش قادر افهمها الصراحه خالص يعني. لكن في النهايه خلينا ما نفكرش في 2 قبل رقم 1، يعني عندنا مباريات محليه وعندنا يعني ما انت كنت قايل لي الاول 2 ان احنا نعدي ماتش السوبر، فاحنا عدينا ماتش السوبر عشان كده سالتك. كل ما هكلمك هقول لك هنعدي. ماشي، انا معاك بقى، انا هكلمك يوم الاثنين. يوم الاثنين هيقول لك عندي ماتش يوم الخميس، فبعد ماتش الخميس هنكلمك يوم الاثنين. يا حبيبي متشكرين جدا يا كابتن سيد، شرفت ونورت، والف مبروك وبارك لنا لكل الناس. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن سيد عبد الحفيظ. يعني طبعا الكلام مهم جدا يا كابتن شريف، ولكن في نفس الوقت صحيح، يعني انا كنادي الاتحاد الدولي، يعني الاتحاد الدولي بيحطني في موقف غريب جدا، انا مش عايز افرح وعايز اتبسط وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت الاتحاد الدولي، ما انت في ايدك ان انت تاجل الموضوع 3 4 ايام وتخلي الناس اللي هتلعب النهائي هنا تلعب الافتتاح هنا. بالنسبه لكاس الامم الافريقيه ونهائي كاس الامم الافريقيه يعني، وافتتاح كاس العالم للانديه. ولا احنا كلنا قعدنا نفكر في الموضوع ده، لقينا في معانا في بطوله الانديه كاس العالم فرق تانية او مكسيك، انديه المكسيك، بطل المكسيك، كره امريكا، تصفيات امريكا الشماليه، فيها نفس المشكله. نفس المشكله. هل لا بس هيرجعوا قبلها بيوم، هيجوا قبلها بيوم. ما عندهمش المشكله ان في
في فاينل يعني في تعارض في تعارض لكن هم بس برضو عندهم نفس القصه ان هم عندهم هيوصلوا ابو ظبي او هيوصلوا الامارات يعني قبلها بيوم قبلها بيوم. وهل هم الاجنده دي مرتبطه بتشيلسي؟ يعني هل هم بينظموها؟ طبعا على تشيلسي على بطل يعني اوروبا اذا كانوا عايزين يلغوا الامم الافريقيه كلها عشان خاطر يرضوا اوروبا يعني عشان خاطر يرضوا اوروبا فهي دي جت من هذا المنطلق يعني انا حاسس بيها يعني. ف هتعمل ايه وضعك بهذا الشكل؟ لازم تمتثل والحمد لله يعني انت ياما عدت عليك حاجات كتير زي ده وقادر باذن الله انك انت ادي كده يمين وشمال يعني. الاستاذ محمود كان بيتكلم دلوقتي عن العلاقات ما بين الاهلي والرجاء والرجاء والاهلي، الحقيقه فرقتين كبار وحاجه محترمه جدا. بص حضرتك الرساله اللي قالها النادي الاهلي للرجاء: الاهلي والرجاء تاريخ كبير رائع ان نكسب بطوله، ولكن الاروع والاهم العلاقات او العلاقه التي تجمعنا كاشقاء. الاهلي والرجاء تاريخ كبير، يعني ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه يا استاذ محمود، لانه يعني من الواضح يعني ان الكبير دايما بيفضل كبير. لا طبعا لا، العلاقه اللي يبقى في الاخر علاقات الانديه العربيه وعلاقتنا مع الاشقاء دي منافسه ورياضه يا كابتن اسلام. انت راجل لعبت منتخب ولعبت النادي الاهلي وشفت يعني بنفسك. لا علاقه مع الانديه سواء في المغرب في تونس في الجزائر المفروض ان ينتهي المنافسه مع صافره الحكم، لكن العلاقات الانسانيه هي دي الباقيه. وفي على فكره في قنوات اتصال ووجود لما يبقى عندك محترف من هنا ومحترف من هنا، دي حاجات بتقرب المسافات طبعًا. والثقافات والافكار طبعًا. وكلام كتير جدا. لا النهارده مباراه على مباراه مثيره تعبت الاعصاب جامد جدا عاوز اقول النهارده بس كان عندك احساس ان احنا هنجيب جول في حاجه في يعني احساس ان دايما عندك الجزئيه طيب. لكن في لقطات في المباراه وفي لقطه اللي انت اتكلمت عليها كل الناس وقفت عندها على فكره وقفت مدافع او لاعب. انا فاكر ان انا لوحدي الحقيقه ان مصر كلها خلي بال حضرتك انا لما بجد والله العظيم يا كابتن شريف هو اول ما وقف حس كنت قاعد انا واسامه كابتن اسامه حسني والاستاذ ايهاب الخطيب عند الاستاذ ايهاب تحت هنا فانا خلاص بقى يعني ايه قلت ايه هطلع اشوف بقيه الماتش في حته ثانيه. فانا طالع فشفت اللقطه وانا طالع كده التلفزيون كده قمت راجع ثاني قمت باصص لاسامه حسني والايهاب الخطيب قلت لهم بقول لكم ايه؟ احنا هنكسب هنتعادل هنجيب جول، ما قلتش هنكسب قلت هنتعادل هنجيب جول. قاموا الاثنين بص لي وقالوا لي اقعد بقى يعني ما ايه؟ وقمت قاعد لغايه لما بعديها على طول دخل الجول لانه افتكرت مباراه الصفاقسي يا كابتن. صفاقسي كنت في الملعب بقى انت كنت في صفاقسي انا كنت موجود في الملعب واحد واحد صفاقسي ده رد واحد صفر واحد صفر ده رد واحد صفر انا بتكلم على اللقطه دي تحديدا بالظبط كده بالظبط دي اللقطه دي ده محمود بن بن حليب بن حليب فبيبص للساعه ما اعرفش بيبص التعالي المهم كان بيهجم من ناحيه الشمال كان معاه الكوره لا ده وقف وقف وبص وقف كان فيها شيء من الاستهتار والتعالي جات في دماغي على طول مباراه الصفاقسي ونفس اللعبه عملها لاعب نادي الصفاقسي في ذلك الوقت وقعد يهيص ويعمل وبتاع فيعني ايه ان انا فرحان ومبسوط اما ابو تريكه جايب الجون على طول اللي في الدقيقه برده 92 93 وبالتالي جه في دماغي فقعدت اتفرجت ربنا كرمنا تعادلنا ضربات جزاء الحمد لله كسبنا ف واضحة انا كنت فاكر ان انا اللي خدت بالي لوحدي تاني ان مصر كلها لو في لقطة تانية برضو في لاعب حميد احداد بيهيص هي دي نفس اللي قلناها في الاول عايز اقولك انه بطولة صعبة هي دي لا بطولة صعبة بطولة صعبة مش سهلة وجت في جهد وفي كويس نبتي ايه عارف انت ايه لو قعدت ترسم لها رسم كروكي مش عارف تنهيها بالنهاية دي مش تعرف تدور انك انت يعني فرقة انها غاب عنها التوفيق في الشوط الاول وتسترد جزء كبير من قدراتها وتغييرات كان فيها توفيق رغم انه فيها ضغط نفسي يعني مثلا احمد بدر عمل نقله كبيره جدا في الشغل اللي اتعمل في نص الملعب كمان الدفع بطاهر كان برضو مفاجاه لناس كتير انه طاهر كان بعيد الفتره اللي فاتت سبحان الله يعني التوفيق النهارده كبير جدا كمان انه يعمل هدف التعادل في لقطه برضو من بيرسي تاو بينت انه يعني لعيب كبير انه صبر على الكوره وعملها صح وراحت صح لطاهر واتحطت فعاوز اقول انه المباراه دي اكيد هتخلي يعني مع ضيق الوقت المستر موسيماني وعندنا ماتش يوم الاحد مع فيوتشر في الدوري لكن برضو في دروس كبيره جدا هتكون مناط اهتمام ومذاكره وشغل
طبعا للفريق في المستقبل، ويمكن تكون بعد توقف الدوري ودخول كاس الامم يكون فيها كلام كتير على بعض اللاعبين، على تصحيح اخطاء، على حاجات كتير. لكن النهارده من حق الناس كلها تفرح، بطوله غاليه جدا، بطوله مهمه جدا، بطوله رقم 8 24 لقب الاكثر تتويجا، فرق بينك وبين الريال لقبين، ده في حد ذاته هنا الصراع والمنافسه بيبقى لها طعم مختلف. طبعا كابتن شريف اللقطه دي شفناها مع حسام غالي وعماد متعب قبل كده الحقيقه، لما كانوا يوم الكونفدراليه كاس السوبر في الامارات لو تفتكر. سوبر النهارده في كاس السوبر ايضا في قطر بنشوف نفس اللقطه، الشناوي بيرد بيشاور على وليد سليمان. هذا هو النادي الاهلي يعني. انا حتى اللقطه بتاعت سعد سمير وهو بيتكلم مع اللاعبين، ما اعرفش حضراتكم شفتوها، حاجه جميله جدا. هو ده النادي الاهلي، وهو ده الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد. عشان كده النادي الاهلي بيكسب. عشان كده النادي الاهلي هو النادي الاهلي زي ما انت قلت. ناس كلها بتحب بعض. استحاله يكون في حب بيننا وبين بعض، واللي قاعدين بره قلبهم على الفرقه من جوه، اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش. تحس ان طاهر محمد طاهر كان محتاج النهارده الدعم النفسي اللي حصل ده في الملعب. انا محتاجه الفتره اللي جايه دي كلها. فكل اللاعبين النهارده اللعيبه اكتسبت مع نفسها حتى في الاخر خمس ست دقائق دول، شيء جميل جدا. يخليهم في الفتره الجايه في اللعب اللي هيلعبوه قدام اي فرقه عندهم مفهوم ازاي يتعاملوا خلال ال 90 دقيقه مع المباراه، اذا كان بيخسر بهدف في الاول، او بيكون متقدم، او بيكون يعني بيلعب على ماتش او بيلعب على بطوله. وكل مباريات النادي الاهلي كلها بطولات، احنا بنلعب كل المباريات دلوقتي كؤوس، انت بتلعب على فوز بس. لما بتتعادل ما بينفعش. بس النهارده انا عجبني حاجات كتير قوي في الملعب، عجبني احساس اللاعب حتى وهو بيعمل ضربات الجزاء. عنده يعني تركيز عالي جدا. يعني موسيماني وهو واقف معاهم عند ضربات الجزاء بيتكلم، فالناس بتقول لي هو بيقول لهم ايه؟ الماتش خلص يعني هو بيقول لهم ايه؟ قلت لهم لا، في دعم في دعم النهارده معنوي اكتر. مدير فني النهارده لما بيقول لي تخش على الكوره وبيديني ثقه ويقول لي تلعبها قويه جدا، عنده حاجات كتير قوي يقدر اقول لك. انا ببقى محتاجها، ساعه لما بكون في وضع زي ده. وقبل كده احنا كان تعاملنا لسه في عمليه اخفاق في ضربات جزاء قبل كده وحاجات. فاللاعب دلوقتي بيخش لما بيكون الجهاز الفني كله واللاعبين وكل الدنيا حواليه وايدينا في ايدين بعض ده كانت النتيجه اللي احنا شفناها دي. هو الحب اساس كل شيء. الكفاح للتيشيرت الاحمر هو اساس كل شيء اللي اتربينا عليه كلنا. فدي النتيجه اللي انت شايفها دلوقتي. هو ده مشجعي النادي الاهلي في فلسطين، ما كناش طبعا بتحتفل بالفوز يعني. ما كناش نقدر نقبل النهارده اقل من كده الحقيقه. وكنت وانا قاعد حاسس بتفرج على الماتش، انا مش عارف، انا مش ناسي غير هدف واحد، وكان عندي احساس ان انا هخلص المباراه قبل ضربات الجزاء برضه. النادي الاهلي هو المسيطر، النادي الاهلي هو اكثر تركيزا، النادي الاهلي هو الاستحواذ اكثر من كده. مع يمكن في بعض الاخطاء بتحصل في الملعب، بنفتح الملعب شويه، بنسيب نص الملعب شويه، يبقى علينا كونتر اتاك، يقدر يهددنا يقدر. واي فرقه انت بتلعبها وانت لازم هتهجم عليك الفرقه الثانيه، ما انت لازم هيبقى في اخطاء، ما انت لازم في ميز باس، ما هو لازم انت هتشوف فرقه ثانيه جت الناحيه الثانيه. 90 دقيقه مش هنبقى احنا اللي ضاغطين بس لوحدنا. فاذا كان فرقه الرجاء فرقه محترمه جدا، بيعرفوا ينقلوا كره، عندهم من هدوء الاعصاب، عندهم ان هم عايزين يحرزوا هدف واثنين، وده حق مشروع وشرعي ليهم بالنسبه. انما احنا الحقيقه كنا على مستوى زي ما قال لك سيد عبد الحفيظ، احنا ما تلميناش الا من يومين ثلاثه. فكويس قوي نفس الشكل اللي احنا شفناه النهارده ده. مفيش تمرينتين اعتقد، مفيش تمرينتين اتعاملوا مع بعض يعني. طب كويس قوي الحاله البدنيه اللي انت موجود فيها النهارده دي على ارض الواقع مع فرقه كبيره زي دي، واحساسك وانت بتتفرج احساس الجماهير ان هم حاسين ان الجول جاي. واحنا قاعدين كلنا كده، اول ما جه الجول انا عايز اقول لك انا كنت قاعد مع ناس منهم الاهلاوي ومنهم الزملكاوي ومنهم الدنيا كلها، قاموا هيصوا كل الدنيا. احنا دايما كل الدنيا قامت هيصت وفرحت. وعلى الرغم مثلا يعني ان في نفس الوقت تلاقي ايه يعني، هل من الممكن ان احنا نتكلم على مثلا يعني، معلش عشان انا لقيت ان الموضوع ده في بعض القنوات الاخرى يعني بتتكلم على سلبيات، اصل حسين الشحات عمل مش عارف ايه يا استاذ محمود، هل ده وقته؟ ده بعد المباراه على طول. ما خلاص بقى انت الموضوع ده المفروض كنت عديته بقى يعني. بعد ما انت تذكرت، ما انت عديته من وجهه نظر ايه؟ انا تذكرت كلمه الكابتن خطيب في حواره مع كابتن شوبير في قبل الانتخابات، قال حتى كده هو على الهواء. قال الكابتن يعني يا جماعه احنا بناخد بطوله مبروك الاول وبعد كده ابقى اتكلم على بالظبط. مين قال لك انه الاهلي هيعدي؟ مين قال لك انه الاهلي هيعدي حاجه زي كده؟ انت مين متوقع انت
ما كانش، لو كان الاهلي بيعدل الحاجات زي دي ما كانش وصل للي هو فيه دلوقتي. اوكي. وفي اكبر من اي من كابتن حسين يعني ارتكب ربما يكون الانفعال بتاعه انفعال نتيجه ايه؟ كان نفسه يكمل ويلعب يا كابتن. بالظبط كده. كان نفسه انا قلت حتى لان اللي قال الكلام ده يعني معلش مع احترامي لو هو كان لعب كوره كان هيحس بلي انا وانا بلعب كوره ممكن كابتن شريف هيفهمها شو حضرتك انت بقالك 40 50 سنه في الشغلانه فهتبقى عارف ان رد الفعل ده لو ما اتعملش ما يبقاش لعيب كوره. ما انا بقول لك يعني انا كلاعب كوره انا حاسس ان انا مش محتاج انا فرصه في يترجم فيها وطلع وانا غلط والفرقه مغلوبه وخلاص فاضل الوقت قليل ومش عارف ايه فلازم يعني هو خلاص يا كابتن اسلام هو مش قادر يداري اللي جواه او اللي معاه مش قادرين فبيدور على حاجه عاوز يدور على نقطه سوداء في 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 اللوحه الجميله دي عارفها يعني انا بكلمك اهو يعني بصراحه لا 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 انا لا انا بدور هو بدور على نقطه عاوز يعمل منها قضيه وياخدك في حته ثانيه هو مش قادر يقول لك مبروك ولو قالها لك يقول لك من تحت درسه من غير نفس فده خلاص الاهلي اتعود على الكلام ده وعاوز اقول وافكر سيد عبد الحفيظ بتصريح ليه خلاص لابد ان يكون الامر بايه بيد اللاعبين وبيد الجهاز الفني لا تنتظر من الاخرين لانه الاخرين مش هيدوك فرصه ومش عايزينك تبقى هو مضايقهم المنظر ده يعني بص وكل ما يروح حته يكسب يعني عارف انت في ايه ايه الحظ ده حته الحظ دي مش مقدرين انه الحظ ده ما بيجيش كده وليد صدفه بس الجون اللي جه النهارده ده مش حظ لا لا انا بكلمك لا الحظ ده نتيجه ايه الحظ ده يا كابتن لازم عاوز اقول لك على الحظ الحظ ده يا اما تكون انت لازم تكون عملت عمل كبير جدا ومثلا ما توفقش فيه يعني ممكن البطوله تكسر فيها الدنيا وما يحصلكش عدم توفيق تيجي بعد كده يتحول لك الامر مع جهد متواصل واصرار تاخد 5 6 7 8 9 10 بطولات خسر الاهلي بعد سيطرته على افريقيا خسر 2007 في ظروف زي ما احنا شفناها تمت تمت احداثها بدايه من مباراه النجم الساحلي في تونس باحتساب وعدم حساب ضربه جزاء كارثه وفضيحه لحكم الكاميروني ومنح بركات انذار الثاني كان حرمانه من مباراه العوده في استاد القاهره ايضا لما رجعنا رجع الاهلي يلعب في استاد القاهره كان نلعب في استاد القاهره ولعب في الكليه الحربيه وعاوزين الجمهور وبتاع دخلت الحدوته في سكه المهم عبد الرحيم العرجون بخطا واثنين اعترف بيهم بعد كده بوجود ضربه جزاء لابو تريكا ولا احمد شديد قناوي عاوز اقول لك بعد كده شفت انت بقى من اللقطه دي ما خليتش بقى الفريق وقف لا كمل بقى ورجع بقى في 2008 خلاص 2009 خدت بقى بعد كده 2013 بعد كده رحت كاس العالم بعد كده عاوز اقول لك ايه ماشي وبعد كده جيت في 2018 لما خسرت برضه في ظروف كلنا عارفينها وعارفين والنادي الاهلي التزم فيها الصمت ربنا كفاك بعد كل الجهد اللي انت عملته ده و2017 خسرت برضه بعد ما ضيعت المباراه هنا منك في تعادل 1-1 مع برضه الوداد لكن شوف انت ايه رجعت بقى ايه اثنين دوري ابطال افريقيا اثنين سوبر تالت عالم ان شاء الله عندك كاس عالم جاي في ابو ظبي ان شاء الله يعني ربنا يهيئ لك كل الظروف انك انت تظهر بشيء مميز انك انت تروح في حته انت عايزها اكيد التفكير انك انت عاوز تروح تلعب فاينل طبعا الكلام ده مش يكون بسهل لانه طبعا يبقى عندك مواجهه صعبه مع مونتيري المكسيكي والاهلي ليه حاجه عند مونتيري المكسيكي ولازم يردها له زي ما يعني زي ما بيقول الاهلي ليه حاجه عند مونتيري المكسيكي محتاج انه يردها له بعد قبل كده زي ما اجينا دلوقتي بقول ان احنا ما نفكرش في الفوز بالبطوله بقدر ما نفكر في الفوز على الاهلي يعني ايه لابد من الفوز على الاهلي لابعاده من الطريق فاعتقد انه كاس العالم هيكون مناط احترام سيد عبد الحفيظ 10 على 10 لما قال لك ايه نبدا بالسوبر الاول وبعد كده نخش على ماتشين الدوري لانك انت في ماتشين الدوري هتواجه فرقتين اشرس من الرجاء صح هيكون مهمتهم ان هم يظهروا حاجه قدام بطل السوبر ونعمه وده من حقهم لازم يبقوا كده ويعملوا كده وخلاص وانت كفريق بطل مطالب انك انت تحافظ على تصدرك لترتيب قمه الجدول بمزيد من الاثاره وعندك البدائل وعندك اللعيبه وعندك القدرات اللي تاهلك ان شاء الله انك تكمل بالصوره المطلوبه ان شاء الله بس. يا رب ان شاء الله كابتن شريف النهارده شفت بقى الماتش كله ازاي من الناحيه الفنيه والله هحاولك على حاجه يعني الشوط الاول لم نكن جيدين بخلاف الشوط الثاني يمكن نسبه الاستحواذ 70 30 يعني او 72 28 ربنا يكون في عون الجهاز الفني لما تلاقي اصابه قبل المباراه ما تبتدي بتبتدي بخمس دقائق ولا لعيب مهم جدا ما اعرفش كل واحد فينا كان ليه راي صح وكل واحد فينا قال طب ننزل محمد شريف ونرجع قفشه المكان صح واحد قال لك نزل عمار واحد قال لك واصل عمار ما اعرفش كان في القائمه ولا لا واحد قال انزل محمد هاني ونزل محمد هاني ولعب اكرم في نص الملعب كل واحد فينا كان عنده رؤيه بالظبط احساس بقى المدير الفني
باللاعبين بتوعه مختلف مختلف. هو عارف ايه اللي موجود عنده على ارضيه الملعب. هو عايز يثبت حاجه معينه او ياخد حاجه معينه من كل لاعب. يمكن قفشه شايفه الحاله البدنيه بتاعته تديله النهارده الوجود في الناحيه الشمال دي ان هو يقدر يتعامل مع بيرشتاو ويعمل لغه من وراهم علي معلول في الشكل. فهو بيبقى عنده رؤيه، انما كل واحد فينا بيبقى عايز اتاكينج، عايز هجوم، عايز اكسب، عايز العب باتنين ورا وخمسه في النص وثلاثه قدام. يعني احنا كلنا بنبقى عايزين زي الجمهور بتاعنا الجميل اللي محوط الاستاد كله ده شكل، عايز اسعده، عايز اطمنه، عايز ابونا انا دايما طبعًا. الكره الثانيه بتاعتي انا، ما عنديش اخطاء انا 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 انا. فلما بتلاقي لعيب وقع منك زي سلية، يعني بيسموه ايه، ناقل للحركه ورمانه الميزان، وفي حاله جميله جدا اليومين دول، اللي هو كمان في حاله فوق الوصف طبعا. كنا نحتاجه انه كنا موجودين، بيودي الكره ناحيه يمين وشمال وبيجيب الجوال فدي اربكه الحسابات بالنسبه شويه، وادينا العذر للنادي الاهلي ان في حاجه غلط حصلت. يجي يحصل هدف ويخش فيك مع كل اللي حصل فينا ده وكل الجول اللي دخل ده، بس انا كنت حاسس ان احنا هنكسب 2-3 من الاداء، من الوصول، من التركيز. اللعيبه حتى ما خفتش، يمكن اهتزت معنوياتها شويه، ليه دخل فيها الجول ده، انما ما حصلش الهزه اللي هي بقت الرجاء هو اللي بيهاجم، الرجاء هو اللي معاه الكوره، الرجاء لو طلع من المناط والرجاء كان يديك فرصه انك تروح، ما ادكش يروح مرتين ولا حاجه. احنا نمتص الكورتين دول ونبتدي نبني هجمات جديده. فانا كنت سعيد بالالتزام النفسي بتاع اللعيبه، الحاله اللي اللعيبه فيها مركزه عايزه تروح. وكمان مش عايز اجي على اللعيبه كتير، لان اللعيبه بقالهم كتير قوي ما، يعني اخر حاجه لعبوها ماتش حبي، مش ده المقياس ان انا النهارده رايح العب بطوله قاريه يعني. ف بشكرهم على التعب والسفر والاداء ده، واللعيبه اللي كانت في المنتخب والدخول والعوده، انهم يحطوا ايديهم في ايدين بعض، ربنا كافئهم، لان هم النهارده الحقيقه كانوا في حاله كفاح كبيره جدا. مزبوط. عشان يسعدوا الجماهير اللي هناك قبل الجماهير اللي هنا. صح. قبل الجماهير اللي موجوده عندنا هنا كلها وعندها امل كبير ان احنا هنحتفظ. مفيش حد هتساله قبل المباراه مين اللي هيكسب النهارده، اللي هيقول لك الاهلي. الاهلي ان شاء الله هيكسب. والناس حاسه ساعات احنا بنقولها كده سهله، نبقى حاسين كده بالطمانينه واحنا بنتكلم. صح. فمبروك لجماهير الاهلي اللي في قطر اولا، وبنشكرهم، وبشكر اللعيبه والجهاز الفني على ان هم قدروا يمسكوا اعصابهم لغايه اخر دقيقه. يعني في حاجات حصلت في الملعب كتير قوي، معرفش يمكن ضربه جزاء ما خدناهاش، او الثانيه ضربتين جزاء يمكن قالوا لا القانون ما ينفعش، ان دي برضو الحاجات دي الجهاز الفني بيبقى محتاجها، اللعيبه في الملعب تبقى محتاجه سبورت، عايزه تخلص، عايزه تتعادل، عايزه ترجع للملعب تاني. كمان لما بتتاخر انك ترجع الملعب تاني دي تبقى مشكله. مش هتعرف تتصرف زي اول 5 دقائق، زي 10 دقائق، مش زي دقيقه 87. فالتركيز والتغيير واصرار اللاعبين على ان هم يهزوا الشباك حصل الحمد لله، وكان توفيق من عند ربنا. استاذ محمود، ما هو قادم؟ كيف يفكر النادي الاهلي فيما هو قادم؟ لا طبعا انت عارف زي ما بيقول الكابتن سيد انه خلاص، حتى يعني تفرح النهارده، النهارده سافرت اول امبارح ولعبت بطوله النهارده وبترجع النهارده، طبعا ده شيء يعني في ارهاق كبير جدا على الجميع يعني طبعًا. لكن عاوز اقول لك خلاص انت بتعمل قدرتك كجهاز اداري وجهاز فني انك بتعمل قطع للحاله دي وتخرج لمرحله تانية مهمه جدا، اللي هي الحفاظ على قمه الدوري. الدوري بالنسبه لك رقم 1 و2 و3 المره دي، الوضع فيه مختلف، لان احنا قلنا انه هيبقى موسم صعب. موسم صعب ليه؟ لحاله التقطع اللي فيه، انك انت بتلعب اسبوعين ثلاثه دلوقتي وترجع تروح تسيب لعيبتك دلوقتي مثلا من يوم 30 او 31 او 1 يناير، هتسيبهم خلاص مع لغايه يوم 6 فبراير بقى خلاص بقى هتشوف انت بقى ايه نفسك بقى هتعمل ايه الفرحه ترتيب المرحله الجايه. لكن الكلام ده يتم امتى يا كابتن؟ بعد ما تتخطى المرحلتين اللي في الدوري اللي جايين. بعديها لما تنهي المرحله دي تنتهي وانت على القمه بالعلامه الكامله، مختلفه خالص، غير لما يحصل لك اي حاجه في المشوار. احنا قلنا الفتره اللي فاتت كانوا 3 مراحل، المرحله الاولى دي الحاجه الثانيه بقى التفكير ازاي هتعامل لو حصل فعلا انه خلاص الاتحاد الدولي الراجل
نفذ طلبات تشيلسي. طبعا هو الراجل جاي واخد البطوله زي ما بنقول، وانه شاف الامر سهل، هو اوروبا هي المهمه بالنسبه لهم، وانه رئيس الاتحاد الدولي حاول على قدر المستطاع انه هو ياجل الكاس الامم، لكن وجد اسد كاميروني واقف في الطرف الثاني ومعاه 52 اتحاد في الناحيه الثانيه، بيقول له لا اسد مصري. طيب لا، ما هو الاسد الكاميروني قال كلام جميل جدا، قال لك من القاهره الى ياوندي كلنا يد واحده، يعني قال تصريح عجبني جدا على فكره، يعني ساموليتو اتكلم بصوره انه افريقيا يا جماعه يد واحده، انتوا ليه عاوزيننا في اوروبا احنا اللي تبع؟ دي بطوله محدده وتاريخها، انت المفروض كاس العالم زي ما قال الاتحاد الدولي، قال خبر ان احنا هنشوف الانديه اللي في كاس العالم، ممكن ناجل اربع ايام ولا طب ما تخلص، يعني ايه تشيلسي يفرض علينا الوضع انك انت خلاص قرار نهائي ان انا مش فاضي غير في الفتره دي والباقي مش مهمين؟ لا الباقي مهمين، اصلا الباقي مهمين لان هم دول البطوله، هم دول البطوله اللي بيدوا، هم دول البطوله اللي بيدوا للبطوله شكل يا كابتن اسلام. فعاوز اقول يبقى في الامارات خصوصا في البلد انا بكلمك قوي، يعني عاوز اقول لك ايه، لا في نوع من لازم يبقى في نوع من احترام للقاره الافريقيه برضه. اتحاد كره القدم، اتحاد كره القدم في الوعد كمان، الوعد ما هم منتظرين، ما يعني تكمله الكلام، منتظرين برضه وعد المهندس احمد مجاهد اللي قال انه الاهلي هيروح بكامل. هو مش المهندس احمد مجاهد الحقيقه، اتحاد كره القدم وجهه نظري. اتحاد الكوره طيب خلاص، اتحاد الكوره خلاص، اتحاد الكوره هو اللي قال كده. شكرا للمهندس احمد مجاهد، وشكرا. هننتظر هيقول لنا ازاي، هيقول لنا ازاي يعني ايه، هيقول ازاي الوضع. لكن انا عايز اقول لك ايه، انت بتنتهي من مرحلتين الدوري، بعد مرحلتين الدوري تبدا تفكيرك في الاستعداد لكاس العالم للانديه بشكل او باخر، يبقى وضعك ازاي بناء على الاختيارات، يبقى عامل ازاي. دي الاحترافيه، ها دي الاحترافيه، ما انا بقول لك واحده واحده بنتحرك. لا ما ينفعش انك انت تروح عن طريق انت حتى يا كابتن اسلام مع كامل الاحترامي، انت حتى ادائك في مباراه السوبر محتاج انت كجهاز فني برضه تقعد مع نفسك وتشوف برضه في حاجات كتيره محتاج. انا عندي بعد اربع ايام ماتش، انا بكلمك بعد اربع ايام ماتش تاني. لا تراجع، تراجع وتشوف وتصلح. طبعا على طول، مش عارف في مكاسب، في مكاسب مهمه جدا، في سلبيات، في سلبيات ومحتاجه اعاده نظر والكلام ده. يعني انت النهارده لما من وجهه نظري انا شايف مجدي قفشه يا جماعه، مش شايف مجدي قفشه غير في المكان بتاعه، انا راجل كمتابع مش شايف مجدي، ما بشوفش كوره حلوه في الاهلي غير لما اشوف المعلم ده في مكانه. هو رجع لوحده، بس انا بكلمك لما بيرجع واحد ما تسيبوه، واحد ما تسيبوه. طب هو النهارده يعني سيبوه في مكانه، خلوه يعمل اللي هو عايزه. لاحظ انت، ولازم تلاحظ انه لما بيرجع بيعرف يمشي الكوره، بيعرف عارف انت بيخلق مساحات، بيعمل لك حاله، بيعمل حاله ارتباك لاي منافس قدامه. بص شوف وراجع في مباراه الترجي، وراجع في النهائي الافريقي، وراجع في مباراه الدوري مع الزمالك، هتلاقي انه قفشه هو رمانه ميزانك. لما يدخل معاهم احمد عبد القادر وناس ثانيه وبرس تاو ومحمد شريف، حاجات كتير هتبقى موجوده. بيرسي تاو عمل عظمه. لا عارف فكره انه لعيب تقيل النهارده، لعيب كبير، لعيب كبير ومحتاج محتاج بس ايه؟ محتاج يعني زي ما تقول دعم، محتاج مسانده، ومعاك المقاتل بتاعك اكرم توفيق في اليمين، وعلي معقول لما استرد عافيته وثقته في نفسه، ورغم النهارده جري كتير وبذل جهد كبير. لكن عاوز اقول لك ايه؟ يا جماعه احنا عندنا قوام فرقه كبيره جدا تستحق النهارده، بانت قيمتها في ان هي متاخره فرق هدف، ما استسلمتش لغايه الدقيقه 90، وده بان في الهدف اللي جه. ده هدف بطعم الاهلي زي ما بيقولوا. فعاوز اقول المشوار لسه طويل، جمهور الاهلي ما بيشبعش بطولات، جمهور الاهلي منتظر كتير جدا. ان شاء الله يعني يكون موسم قوي، خاصه ان يبقى عندك تحديات كمان بعد اجراء قرعه دوري ابطال افريقيا في 29 ديسمبر، هيبقى شكل البطوله هيبقى عامل ازاي. موسم مجهد مرهق، قول زي ما انت عايز، بس قدره كل جهاز فني على انه يدور لعيبته بنفس المستوى بنفس القدرات والوضع. انت عارف ان انت عندك افريقيا في 23؟ انت عارف دي؟ يعني خلص افريقيا متاجله بس افريقيا في افريقيا في تصفيات كاس عالم عندك 23. انت عندك المفروض ده هتبدا تصفياتها في شهر 6 على فكره، المفروض هتبدا تصفياتها في شهر 6 وتخلص قبل 23. انت عندك شكل احترافي تخلص في 6 شهور. طبعا لو ما كانش عندك كم من اللاعبين في كل مركز يقدروا يحصلوا في حاله التدوير دي، انت هتقابل مشكله في كل الفرق. مشكله مش فرقتك بس، صح، مشكله كل الفرق في كل الدنيا، في مستوى افريقيا كمان، وانت بتلعب في بطوله افريقيا. مش شايف اي حد بيجيب سيره افريقيا دي في اي حاجه، محدش حامل هم ان احنا ممكن يكون لينا باع فيها. لو ان انا كاس العرب بالشكل اللي شافه كروش ده والتجديدات اللي بيحطها، من حقه ان يديك وجوه جديده، من حقه انه يرتكز على ناس جديده، يديهم خبرات حتى وهم رايحين على بطولات معينه. ايوه، ما احنا فوجئنا ان هو معظمهم مش موجود في اختياراته في ال40 اسم. الله اعلم بقى، وعاد الباقي كمان اللي اختارهم من الاختيارات بتاع كاس العرب مش هيبقوا موجودين. هو كل يوم بيبقى له رأي، وكل يوم اختار 28 واحد، هم 23 و5 احتياط. هو كل يوم بيشوف حد يا استاذ محمود بيعجبه
بيديله فرصه يقول لك اه انا عايز. اه بس هو عنده حاجه يعني شادي حسين، بس هو عنده حاجه. شادي حسين انا اتفرجت عليه ماتش امبارح، ماتش الاتحاد، انا اعتقد انه هيكون عينه عليه ويقول لك انا عايزه بعد كاس الأم، بعد بقى الدور. ما اعرفش بقى امتى، ما نعرفش امتى، هو كل لعيب بيشوفه بياخد عينه. 40 اسم خلاص، مش هينفع يختار غير منهم. ما مش هختار من ال 40 خلاص، يعني ال 40 طارق حامد مثلا بره ال 40 مش هينفع يرجع طارق حامد يحطه في ال 40. هو هيختار 28 اسم قبل يوم، قبل يوم 28 ديسمبر. طب فاهم يعني مش من حقه ان هو يجيب النادي تاني؟ لا ده مش من حقه، لا خلاص هو بعت الاسماء دي ال 40 دول. لا خلاص، هم 40 دول اللي هم اعلنوا دول، انا اختار منهم يا جماعه، انا اخترتهم ده شايف. ده بيقول لنا احنا يعني لا خلاص، لا مش بره، لا مش بره، ملوش دعوه بره. هو نفسه يعني، هو اللي دول 40 الدايره بتاعتي اللي انا اختار منها. لا والله طبعا لا ما ينفعش. انا عارفه ان هو بيختاروا قائمه مبدئيه 40 يعني، ده بيبعت 40 دول هو اللي ارسلهم لل وبعد كده تختار منهم. طب ما اعرفش يعني، خلينا نتاكد منها، ولكن يعني غير كده لا ده يغير ويعمل ويجي يمين ويجي شمال، غير كده لا. النهارده افرض لعيب عنده تعور ولا حاجه، لا ما هو في يعني انت بتختار 28 23 اساسي يبقوا موجودين بشكل اساسي، و5 احتياطي. ده اللي انا متاكد منه، ده النظام اللي اتعمل عشان ظروف كورونا يعني وبتاع، وبتاع ده اللي انا متاكد منه. بس هل هم ثابتين من ال 40 دول؟ ده اللي احنا عايزين نتاكد منه. بس خلي الشباب عندنا يتاكدوا يا جماعه من الموضوع ده، وبيقولوا لي الدنيا ماشيه ازاي. لكن في النهايه النادي الاهلي كان اكثر، مش عارف اقول اكثر المتضررين برضو، ما هو ما ينفعش انا بتكلم عن منتخب مصر، وبالتالي النادي الاهلي مش عارف اقولها ازاي. النادي الاهلي صاحب البسمه، لا صاحب البسمه طبعا في الرياضه المصريه، مش اكثر متضررين من اختيارات كروش، على حساب اللعيبه بتاعته يعني. انا بتكلم على اختيارات كروش من طريقه تفكيره يعني، طريقه تفكيره النادي الاهلي. انت عندك سبع لاعبين وثمانية، سبع لاعبين يعني موجودين في النادي الاهلي، هم كانوا اللي بيلعبوا في كاس العرب. واضح النهارده التاثير السلبي يعني، النهارده واضح التاثير كله السلبي، متلاحم في كله متلاحم، كله متلاحم ورا بعض، هو ده اللي انت هتعاني منه. وبعدين انا مش عارف يعني، في لعيبه غصب عنه هو لازم يبقى بيبص عليهم يعني، هيقدروا يشيلوه. وبعدين هي مش بقت ثوابت يعني، مروان حمدي يبقى مروان حمدي، مفيش كوكا، مفيش لا هو في كل يوم بيحصل جديد في الملاعب يعني. ولعيبه بتتعور، ولعيبه مش قادره، ولعيبه ان هو ال 23 اللي وفي لعيب محلي، وفي لعيب دولي، وفي لعيب يستحمل ان انا ابقى دولي، وفي لعيب ما يقدرش يستحمل الدولي ده، ما اقدرش انا طبعًا كل يوم يا اسلام العبه. هو مش بتاع كده، هو بيلعب في انديه مش علاش اي ضغوط، علاش اي حاجه، يا دوبك تبقى موجوده في الدوري، يا دوبك تبقى موجوده في النص، يا دوبك تقدم ماتش مره، يا دوبك يجيب جول مره. انما في لعيبه محترفه، بس هو من حقه عندها اللود ده اللي هي على طول تحت بريس، من حقه. انا معاك، هو من حقه، بس ان هو يفتش ويدور، ربما يكتشف حاجه، تطلع حاجه كده تفرقع معاك. بدليل الكلام ده من قديم، هات بقى من ايام الكابتن الجواري يعني، جابت كابتن الجواري قدم وجوه كتير جدا ما كانتش في الحسبان. انا مش قعدت معاك وقلت لك انا عاجبني الراجل طبعا طبعا، هو عامل نافذه على الدوري ماشي. انت يا كابتن طبعا، لما يبقى عندك تشكيله المنتخب منها سبعه في الاهلي، ده في حد ذاته دليل على انه الاهلي ماشي صح. فيها جو، فيها اجهاد وفيها ارهاق، لكن عناصر الاساسيه من المنتخب لما تبقى من الاهلي بتبقى برضه مديه للعيبه برضه مزيد من الخبرات الدوليه، لانك انت ما وصلتش للمعتركات دي وقدرت تلعب تبقى في افريقيا كده غير من خلال تواجد كبير جدا من لعيبتك في المنتخبات الدوليه، سواء المنتخب الاول، سواء المنتخب الاولمبي، سواء منتخبات الشباب. بس هو مدرب عالمي، ما هو مدرب على عيني وعلى راسي، بس عاوز اقول لك بيبحث عن اللعيب اللي يشيل له اسمه ويشيل له. انت عارف انا المشكله بالنسبه لي فيه انه هو عمل في حاجات لا تحتمل الوقت من وجهه نظري. يعني انت عارف محمد شريف راس حربه، ما ينفعش العبه الناس اللي قاعده المفروض الجهاز المعاون ده، ما ينفعش يلعب في حته الفلانيه، لانه مين اللي جاز؟ محمد شريف جازي؟ محمد شريف الجهاز المعاون بتاعه كان المفروض الاجنبي ولا المصري؟ لكن عارف انت عاوز انا بس اجنبي ولا المصري؟ انا بتكلم عن المصريين. انا بتكلم عن الاجنبي. بتكلم عن المصريين. لاحظ كده يا كابتن اسلام، لما جاب لما جه الجول الاول بنتفرج وشايفين ايه اللي بيحصل في الملعب يعني، حتى مش مدي فرصه كده. لا لما جه الجول يعني انا مش عارف اكرر بصراحه، لما جه الجول بتاع احمد رفعت، الجول الثاني في الاردن من عرضيه محمد شريف، انت شفت الراجل عمل ايه؟ نزل على الارض، عاوز اقول ان انا انتصرت لفكرتي يعني، عاوز اقول وكانه بيقول كده انا محمد شريف اهو اللي انت بتقول عليه. لا محمد شريف برضه هو اللي عمل العرضيه النهارده اللي جه منها اللي جه منها الهدف اللي جه منها الهدف. لا يعني عاوز اقول لك ايه يعني، كانه يعني انت ما قفش لما بيتواجد في الملعب بتبتدي الكوره تروح لحد في مكانه في الملعب. الكوره بتبتدي تروح
على الجون الناحيه الثانيه. انما فكر بقى ان يقول لك اصل ده مش موجود وكمان طارق حامد كمان بصراحه انا طارق حامد ما اتفرجت عليه امبارح ده لا هايل بصراحه هايل شوف احنا امبارح هايل في انا بقول يعني ده مش هيبقى موجود يا عم ولو حتى يبقى معايا يعني ده ممكن استعين بيه يعني ده لازم استعين بيه يعني على حساب مين اللي موجود يعني بتخلق لي لعيبه معينه من خيال ونسيج احنا لعبنا لا كرة. بس خد بالك يا كابتن لو انت حضرتك بتتكلم على مهند لاشين مثلا مهند لاشين لعيب كويس مش قصدي على مهند لا بتتكلم على اي حد تاني اي حد تاني موجود ما انا عندي غيابات مهند جاي عندي غيابات مهند جاي في السكه على فكره يعني بص لو خد بس احنا عندنا غيابات طبعا لعيبه بتلعب بره كلها يعني انت عندك 4-5 من اللعيبه اللي هي تقدر مرموش وصلاح وتريزيجيه والناس دي خلينا ناخد تليفون مهم جدا من النجم الكبير احمد السعداني ازيك يا نجم يا باشا انت اللي نجم كبير قوي يا حبيبي لا ده انت اللي نجم ده احنا بنحب نقعد نتفرج عليك يا نجم بقى نجم النجوم يعني حبيبي يا ابو محمود طبعا برحب بيك الله يخليك يا ابو حميد يا جميل يا فنان ازي حضرتك عامل ايه مساء الفل عليكم والف الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه ومجلس ادارته ولاعبيه وجهازه الفني والنادي الاهلي بجد بيدينا دايما امل في الحياه انا النهارده كان عندي تصوير ودي يعني حاجه بتبقى مضايقاني قوي لما بيبقى في ماتش الاهلي ويبقى عندي شغل بس يعني اكل العيش مر اعمل ايه انت مش بتوقف الشغل يا ابو حميد ساعه الماتش مش يعني مفيش تصوير ساعه الماتش اعمل ايه مش مزاجي لا وبعدين ده درجه ثالثه انا فيه كله مفيش حد فيه خالص مهتم بالكوره ولا كروي خالص فانا قاعد زي المجنون ماسك الموبايل وبين الشوطات قاعد بتفرج ولما بيجي بقى وقت التصوير بوطي الصوت وقاعد عندي ثقه وعندي يقين في لعيبه النادي الاهلي وفي عقيده النادي الاهلي ان احنا هنقدر نعملها يعني كنت قاعد حقيقي واثق من ان احنا مش الماتش ده مش هيخلص كده ان احنا ما نستحقش خالص ان احنا نخسر كنا النهارده امتى حسيت بكده يا احمد يعني امتى حسيت ان احنا هنكسب النهارده لا من اول الشوط الثاني احنا لاعبين حلو جدا يا اسلام وضاغطين وفي روح عاليه جدا وانا اللعيبه دي كانت صعبانه عليا بصراحه بعد كمان البطوله العربيه لان هم سهلكوا فيها تماما ومش عايزين نخبط في كروش يعني بس هو بيقضي على اللعيبه بصراحه يعني تعامله مع اللعيبه خلاص ما ينفعش يبقى معايا هداف الدوري وهداف افريقيا واخده وارميه كده في الوينج ليفت ويبقى معايا قفشه باخده لعيبه باك يعني بيعمل حاجات غريبه جدا يعني فانا اللعيبه كانت صعبانه عليا نفسيا وبدنيا فالنهارده ان هم قدروا يقفوا على رجلهم يعني بجد شافوه يعني مش هقول غير كده وشافوه للراجل المسؤول اللياقه البدنيه الراجل الجميل ابو دهن ده انا بحبه جدا بصراحه موقف اللعيبه على رجلها موقف الفرقه في ظروف صعبه جدا جدا فكتر الف خيرهم يعني حتى لو كانوا النهارده ما كسبوش ما كانش الواحد يزعل خالص انه عملوا اللي عليهم فعشان عملوا اللي عليهم فعلا ربنا الحمد لله كرمنا في ضربات الجزاء يعني. مين احسن حد عجبك النهارده من اللعيبه؟ الحقيقه روح الفرقه كلها انا اكرم توفيق ده هعمل له تمثال في البيت قريب يعني بجد انا ما شفتش روح زي دي يعني ده هو وريث الشرعي لاحمد فتحي فعلا الروح دي غير طبيعيه بس انا فرحان لطاهر كمان جدا لانه لعيب موهوب قوي ومظلوم قوي الحقيقه الراجل كان ماشي كويس جدا ولماتش بايرن ميونخ كان عامل ماتش عالمي واداء يعني رفيع المستوى وطبيعي ان اللعيب يتهز شويه خصوصا ان في لعيبه كتير فما بياخدش وقت كتير وكده فربنا كرمه النهارده انا فرحان له بصراحه ومبسوط له جدا يا نجم شرفتنا ونورتنا والف مبروك وشكرا ليك ودايما انتوا بتسعدونا وتحيه لقناه النادي الاهلي قناتي المفضله وبتسعدونا دايما ويا رب دايما منورين الشاشه وتحياتي الكابتن شريف لانه كابتن شريف من اوائل اللعيبه اللي انا اتفرجت عليها في الاستاد يعني حبيبي احنا اللي بنتمتع بيك دلوقتي يا حبيبي الف مبروك الف مبروك يا ابو حميد ربنا يخليك شكرا جزيلا للنجم الكبير احمد السعداني الحقيقه مشجع درجه ثالثه احمد فظيع بسم الله ما شاء الله حافظ انت يقول لي انت فاكر الاوفر اللي انت عملته سنه مش عارف كام عملته ومتعب طلع عمله وحطها ازاي وانت عملت المش لا لا على ولا فكره بجد والله ولا الاستاذ بقى صلاح يعني لا استاذ صلاح ده استاذ صلاح ده بيكلمني يعني خدت بالك يقول لك في ماتش قاعد دلوقتي بتزعلوكوا دلوقتي شفتوا كنتوا بتلعبوا ازاي شفتوا مش عارف كنتوا شكلكوا عامل ازاي ده حاجه جميله جدا جميل
يعني الحقيقه ناس الاهلاويه في كل مكان الحقيقه مبسوطين وسعداء باللي بيحصل، ودايما هنفضل ان شاء الله الاهلي دايما هيفضل يفرحنا، ودايما هيفضل يعني هنفضل سعداء بوجود النادي الاهلي. كسبنا لا قدر الله حصل اي حاجه ثانيه هنفضل في ظهر نادينا وهنفضل كده دايما، علشان هو ده النادي الاهلي، هو ده دايما اللي بيفرحنا، هو ده دايما اللي بيكسبنا. دلوقتي كروش بيسيب الجهاز المساعد المصري الفني يتدخل ولا لا؟ احساسك انت ايه؟ لا احنا عايزين كده حلقه نقعد انا وانت. لا انا عايز يعني احنا النهارده مش عايزين ايه؟ انقسم الشعب، انقسم كلمتين، انقسم الشعب كلمتين على هذا واحمد السعداني رمى كلمتين يعني عارف اللي هو. لا بس هو الراجل ده سامح للناس دي تشتغل معاه ولا انا مش عارف يعني. حاسس ان الناس بتحاول اللي حواليه بس ما اعرفش هو وجهه نظره. هنتكلم في النقط دي بعدين، عايزين كام حلقه كده. احنا عايزين النهارده نفرح بس ونتبسط ان شاء الله. احنا مبسوطين على طول مع النادي الاهلي الحمد لله والشكر لله. بشكرك يا كابتن شريف والف الف مبروك. وبشكر استاذ محمود على اهلا وسهلا. شكرا جزيلا يا استاذ محمود، شرفتنا ونورتنا والف الحمد لله والف مبروك لجمهور النادي الاهلي وادارته، وان شاء الله بالتوفيق دايما يا رب دايما. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، الف مبروك. ما تنسوش هم قاعدتين، القاعده الاولى لا تحتفل دائما الا لما النادي الاهلي او لما حكم المباراه اللي بيلعب اللي بيكون طرفها النادي الاهلي يصفر. القاعدة الثانية ان انت ما تنساش القاعدة الاولى اللي دايما تخليك حاطط في دماغك لما الحكم يصفر. محدش يحتفل قبل ما الحكم يصفر ابدا وهو بيلاعب النادي الاهلي. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي البطولة، بطولة السوبر الافريقي رقم 8، البطولة الثانية على التوالي. ان شاء الله ربنا يجعل دايما كل ايامنا افراح ونفضل دايما مبسوطين ونفضل دايما فرحانين. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. الطيارة طلعت او الطيارة بتطلع خلاص، وإن شاء الله فريقنا يصل إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الخامسة. كل التوفيق يا رب للنادي الأهلي يوم الحد القادم. إحنا هنكون أجازة الحد إن شاء الله، أكون مع حضراتكم يوم الاثنين بعد نهاية مباراة الأهلي وفيوتشر يوم الحد. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ألف مبروك، أشوف حضراتكم على خير.